بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة الصادق التعليمية. الفيديو بتاع النهاردة هنحاول نشرح لحضرتك بطريقة مبسطة ازاي تعمل علامة مائية، سواء بصورة سواء بنص سواء بتكست سواء بحاجة جاهزة في الوورد. لو الموضوع ده يهم حضرتك تابع معايا الفيديو ده. احنا شغالين على نسخة 2019. في 2019 عندنا تابتين، تاب التصميم وتاب التخطيط. تاب التصميم زي ما واضحة قدام حضرتك كده، وتاب التخطيط. في النسخ اللي قبل كده كان في حاجه اسمها تخطيط الصفحه او بيج لي اوت، حاجه اسمها تخطيط الصفحه او بيج لي اوت. في 2019 قسموها بقى التصميم وتخطيط. فلما بخش تاب التصميم اللي هي قدام حضرتك دي، بلاقي في حاجه اسمها علامه مائيه او ووتر مارك. علامه مائيه او ووتر مارك، وهي العلامه بتاعتها صفحه ومكتوب عليها في الخلفيه بتاعتها حرف الايه. لما بفتحها بيقول لي، بيديني الشكل ده اللي هو واضح قدام حضرتك، في مسودة اهي، في حاجات جاهزة. فلو انا خدت نموذج من النماذج الجاهزة دي، وليكن كلمة نموذج ده، بص كده حضرتك، او ظهر لك اهو بقى خلفية للصفحة كلمة نموذج. ده لو انا هشتغل على حاجة جاهزة عنده. طيب لو انا بقى حبيت انا اعمل حاجة خاصة بي انا، ففي حاجة اسمها علامة مائية مخصصة او كاستم ووتر مارك. لما بخشها كاستم ووتر مارك او علامة مائية مخصصة، بلاقي الشكل بيظهر لي كده. هنا اول حاجة فوق بلا علامة مائية، خلاص كده مفيش مشكلة. تاني حاجة صورة العلامة المائية، لو انا عايز اشتغل بمين؟ بصورة. فانا بعلم هنا على صورة. لما علمت على صورة بقى اكتف معايا حاجة اسمها تحديد الصورة. حدد الصورة، انت عايز انهي صورة؟ فبقول له تحديد الصورة او تحديد صورة، بيفتح لي الصور بهذا الشكل. لو انا الصورة دي عجباني هقول له احددها واقول له ادراك، وهقول له هنا تطبيق. ظهرت لي الصورة، ظهر لي هنا الصورة. الصورة ظهر قدام حضرتك اهي. ولو انا هنا عشان تبقى واضحة اكتر قدام حضرتك اقول له اغلاق واروح لصفحة فاضية خالص عشان تشوفها. الصفحة دي فاضية اهي. بتوع الملازم في الجامعات او في الثانوي بيعمل الملزمة ويحط لك خلفية، بحيث انت لما تيجي تصور الملزمة دي تضطر تاخدها منه عشان ما تصورهاش، انك لو صورتها في كلام فيها مش هيكون واضح. دي لو انا عملت صورة. طب لو دخلت تاني برضو علامة مائية وعلامة مائية مخصصة وقلت له انا عايز بلا علامة مائية، تطبيق شال مين؟ شال الصورة. انا بقى هنا هقول له انا عايز نص، عايز نص. ففي اللغة، اللغة العربية، لكن في النص مكتوب هنا كلمة اصلي. بدل كلمة اصلي اغيرها واكتب على سبيل المثال قناة الصادق، او اسم الشركة اللي حضرتك شغال فيها، ايا كان التكست اللي حضرتك عايز تكتبه، التعليمية. وهقول له هنا الخط هسيبه زي ما هو، ولكن في حجم الخط العب زي ما انا عايز واغير. فانا مثلا على سبيل المثال هنا هختاره في حجم الخط، بدل ما هو تلقائي هخليه 48. واللون انا هخليه هنا احمر عشان يكون واضح قدام حضرتك. لكن في اخر حاجة، في كلمة تخطيط قطري او افقي. قطري يعني هيجي مايل، افقي يعني هيجي عدل. فاحنا نشوفه كده، لو قطري هيبقى شكله عامل ازاي. انا خليتها في صفحة فاضية عشان تبقى واضحة قدام حضرتك، قناة الصادق التعليمية دي صفحة فاضية. طب لو خليته افقي برضو، قلت له تطبيق خليها بالشكل ده، قناة الصادق التعليمية، وخليها بالشكل الافقي اللي قدام حضرتك. طب لو قلت له هنا بقى اغلاق عشان اشوف بقى الحاجة دي على الصفحات اللي مكتوب فيها الكلام، الصفحة ايه، بص حضرتك ده هنا عشان عملناها افقي واضحة قدام حضرتك ايه. بكده اكون عملت علامة مائية بنموذج جاهز، او علامة مائية بصورة، او علامة مائية بتكست، وسواء كان قطري مايل يعني او افقي عدل. لو عجبك الفيديو لا تنسانا من دعائك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.